يعني يذكر أحد الناس، أنا ما أنسى هذا، يقول كان الحلقة في الحرم المكي، يقول وكان شيخنا ونحن تحته مجموعة من المعلمين قد تخرجنا عند هذا الشيخ، وكل أصبح لنا حلقة، ولكن هو الذي يشرف على جميع الحلقات، فكان كلما أتى يبدأ يصافح كل معلم منا، يذهب له في حلقتي ويصافحه. قال في إحدى الأيام صافح الجميع إلا أنا. قال فشق ذلك علي وأثر، فذهبت إلى الشيخ فقلت يا شيخ، يعني اليوم خرمت عادتك ولم تصافحني وصافحت جميع زملائي. قال نعم، ألست أنت الذي ضرب الطالب بالأمس؟ قال أنا شفتك أمس أنك تضرب أحد الطلاب. قال بلى يا شيخ، ولكنه لم يأتي بورده. قال والله أنت أنت، يذكره بما كان فيه من قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال والله لأنت أنت، كم من مرة ما كنت تأتي بوردك، وإني لأنزل أطوف سبعا حول البيت أدعو الله أن يفتح عليك. شيء عجيب، هذه أخلاق عجيبة. قال له أنت نفسك، كم من مرة ما كنت تأتي بوردك وأنا أنزل وأطوف سبعا وأدعو الله أن يفتح إيش عليك؟ أبعد أن صرت أستاذا تفعل هذا بطلابك؟ شيء عجيب. يعني من من المعلمين الآن قبل أن يشمت في الطالب أنه لم يأتي بورده ويعنفه بين طلابه، يبدأ يدعو أن الله إيش يفتح عليه؟ لأن هذا في ميزان حسناتك، هذا يكون في ميزان حسناتك، كل ما يقرئ طالب أنت له أجر، وأنت إيش لك أجر، ولا ينقص من أجر أحدكما شيئا أيها الفضلاء الكرام. هذه الأخلاق الجميلة التي ينبغي أن يتحلى الإنسان بها، ولا سيما إن كان هو المعلم، إذا كان هو الشيخ، ولا يخرم ذلك في تأديبه لطلابه والأخذ على أيديهم.